دونك قلنا الماء والتمر النقطه الرئيسيه انا بالنسبه لي الان في هذا الجو اللي تيجي فيه رمضان، حيت ما كاينش اللي تيخرج عندنا في رمضان غير غندوق. تيجي الانسان في الاخر شنو تيقول لك؟ الحريره دراتني. اول شيء، اول حاجه بكل صراحه يعني اللي اثرت بشكل كبير في رمضان هي صلاه التراويح. بكل صراحه يعني انا افتقدها كثيرا، يعني صلاه التراويح هذه سنة عامين ما صليناهاش، يعني بين الامور اللي انا افتقدتها بشكل كبير. من غير هذا الشيء ما كاينش، يعني كاين هناك زياره بعض الزيارات العائليه اللي هي كانت تكون ضروريه، من غير هذا الشيء ما كاينش، لان الحمد لله يعني الان كاين مع العائله، يعني مع الوالد والوالده والزوجه ديالي، وبالتالي فرمضان دايز مزيان لان اقرب مقربين كاينين معايا. وانا بطبعي ما حياتي الشخصيه ما تنفصحش عليها بشكل كبير، يعني تتبقى الحياه الشخصيه تنبغي دائما انها تبقى في جانب، والجانب العملي تبقى في جانب. هي شوف، هي خاصنا ضروري نتمشاو مع الظروف ديال كوفيد 19. ف هذه مكاتب ديال الله سبحانه وتعالى ما كانتش مبرمجه باش انها تكون في هذه، كانت مبرمجه ربما واحد التاريخ، ولكن ما كناش عارفين بان في هذاك التاريخ راه غادي يكون كورونا مثلا. فهذاك التاريخ كان مبرمج اصلا، فمنين جات كورونا فكان عندنا حلين، يا اما يتاخر هذاك التاريخ او لا كورونا ما يمكنش تحيد. وبالتالي يعني نزولا عند رغبه الطرفين والوالدين ديال الاسر بجوج، فتكلنا على الله. الاقارب 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 يعني كان في يعني احترمنا بواحد الدرجه كبيره يعني الامور ديال الحجر الصحي، وربما ان شاء الله من بعد تكون شي حاجه. طبيعة الحال يعني كاين اخوات ديالي تا هما اللي باغيين يجيو يحضروا، كاينين على برا، كاينين عائله اللي باغيين يجيو يحضروا. ربما نتمناو ان هذا الوباء يمشي، ربما نتسناو حتى من بعد ونديروا اسبوع وعرس، ربما غير يتهز الوباء نديروا شي حاجه. ما كاينش يعني بكل صراحه الان ما كاينش هناك، لان ما تنظن ان في جميع الميادين سواء في الامور الشخصيه الان ولا المهنيه ما كاينش واحد لا فيزيون ا لون تيرم، ما يمكنش واحد يعطيك شي معلومه على المدى البعيد. لا 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 الحمد لله. شوف ما تقلق على كورونا، علاش تقلق عليا انا؟ هي بكل صراحه في الوجبه ديال الفطور لا تنشوفها من بعد، يعني في الصفحات الالكترونيه، لان احنا عندنا قاعده في الوجبه ديال الافطار، يعني بما ان يعني نقدر نقول لك 90% ديال الفطور ديالي ولا 100% ديال وجبه الافطار خصوصا هذه السنه والسنه اللي فاتت هي مع الوالد والوالده. والوالد والوالده عندهم قاعده، انا في هذيك الوقيته يعني ملي كانوا التراويح في مكه كانوا تيطلقوا التراويح، لان تتجي هذيك التراويح مع هذيك الوقيته ديال المغرب، او لا تنطلقوا الاله في الوقيته ديال الفطور. دونك نادرا فاش تنشاهد يعني الاعمال الرمضانيه مباشره في هذيك الوقيته الفطور، لان تنظن احنا ولفنا ان الوقيته الفطور خصها واحد الوقيته اللي تنكونوا شويه واحد النقاش عائلي، واحد الحوار عائلي، واحد يعني ماشي هكا كيفاش ولفنا احنا. هو انا بالعياشي تيبقى انسان، انا انسان، انا تنتشهى بعض الاحيان، انا تنبغي ناكل شي حاجه اللي ربما غير هو. انا دائما في النصائح اللي تنعطي تنأكد على واحد المساله ديال الاستمراريه وديال المده، يعني المساله ديال المنع، انا ضد المساله ديال المنع باش انني نمنع واحد الحاجه. حنا مع التوازن الغذائي، وبالتالي فممكن انا واحد النهار مثلا نقدر نتشهى واحد الحلوه ديال الباتيسخي ونقدر ناخذها، ولكن غيقدر يوقع لي هذا مثلا مره في 3 شهور، مره في 4 شهور ممكن مثلا. فبالنسبه لمائده الافطار ما نقدرش نقول لك انني تنفرض، لان ما يمكنلكش تفرض على واحد الانسان اشنو ياكل، لان في الجانب العائلي، ولكن تنظن ان كاين هناك اقتناع من طرف العائله كذلك اللي غادي معايا في نفس الاتجاه. وبالتالي فمثلا التواجد ديال الفواكه في مائده الافطار تنظن ان العائله كامله الصغيره ولا الكبيره ولاو تيديروا هذه المساله ديال التواجد ديال الفاكهه في وجبه الافطار. اننا نبداو بالماء والتمر ماشي بامور اخرى، تنظن ان كل شيء يعني هذه امور اللي هما اقتنعوا بها واللي جربوها ولقاو عليها راحتهم. اننا مثلا ما كاينش العشاء، عندنا غير الفطور مثلا في العائله الصغيره ديالنا، فما كاينش هناك حاجه سميتها وجبه العشاء في رمضان، فكاين هناك الوجبه ديال الافطار هما اقتنعوا بها وتنطبقوها كاملين. ولكن ما يمكنلكش تفرض
بعض الامور على الاخت ديالك ولا على الزوجه ديالك ولا على الاب ديالك ولا على الام ديالك. انت جات تعطي نصيحه وكل واحد هو حر باش انه يتبعها ولا ما يتبعهاش. انا بالنسبه لي شخصيا انا اول شيء تيدوز يعني ملي تتحل عينك الصباح اول حاجه تقدر تفكر فيها اول حاجه تقدر ديرها هي شي حاجه بالعائله ديالك، خصوصا ملي تهضر على الوالد والوالده. راه ما يمكنش انا ما تنتخيلش ان شي واحد مثلا غيفيق الصباح وما غيفكرش في والديه ولا شنو انه يقدر يدير في هذاك النهار لوالديه ولا كيفاش انه يرضي والديه. راه انا ديما من سابع المستحيلات انا بالنسبه لي ما يمكنش. وبالتالي فاكيد ان الجانب العائلي انا بالنسبه لي يعني جانب عائلي اللي تيبقى مهم بالنسبه لي، يعني بالنسبه يعني انا مرتبط به بشكل كبير، يعني عندي ارتباط قوي جدا بالنسبه للعائله ديالي وخصوصا العائله الصغيره. ارتباط لدرجه يعني هما انا وانا هما، يعني ما نقدرش ربما ارتباط كبر من كلمه ارتباط. هذا انا، فانا عندي البيت ديالي وكاين البيت ديال الاب والام، بما انهم يعني الاخوات كلهم ما كاينينش فانا اللي بقيت، وبالتالي ف يعني هما عندي وانا عندهم وشي داخل عند شي وشي خارج من عند شي والحمد لله يعني. ولكن انا ما من غير علاقه ان تعيش مع الاب ولا تعيش مع الام ولا تعيش مع الاباء ديالك، تنظن ان العلاقه ما بين الابناء والاباء الحمد لله هذه في المجتمع المغربي ديالنا الحمد لله باقا كاينه. كاين جانب ديال الغذاء، كاين جانب ديال شويه ديال الرياضه، وكاين جانب ديال انني واحد العامين ولا ثلاث سنين خديت قرار في حياتي انني بدلت نمط العيش ديالي، يعني وليت تنهزها ملي تتخفاف ماشي ملي تتقال كما تنقول. وهذه النقطه اللي هي مهمه في الحياه ديال الشخص، لان فقدت اشخاص اللي كانوا قراب مني اصدقاء ولا اشخاص في العائله، ربما فقدت اصدقاء في سن اللي كانوا في سن مبكر، وهذا تيخلي ان الانسان تيبقى يراجع اوراقه، يعني تتبقى تقول هدفي في الحياه اشنا هو. هذه النقطه الاولى. والنقطه الثانيه كما تنقولوا حنا حتى حاجه ما تتستاهل، تفوت الصحه وتجي فين ما بغات. فربما بعض الاحيان وانا كنت من هذا الطبع، ربما كنت من الطبع ديال الشخص اللي تيتقلق على اي حاجه، وعلاش فلان ما عيط لياش وعلاش انا خصني نعيط لفلان. واهم شيء هو النيه، انا ناوي باش غنعيط لك، ما قدرتش اليوم نعيط لك، وصلت 12 الليل ربي عالم شنو في قلبي، لا قلت لي غنعيطك ونقول لك سمح لي راه ما قدرتش نعيط لك. قبل كنت نبقى مستريسي ونقدر ما نعيش ونقدر، فالان بدلت ربما مع السن كذلك الانسان تيكبر تيزيد تيشرب كما تنقولوا تيختر. عيش اللحظه، ما تفكرش بزاف القدام وما تبقاش تفكر بزاف داكشي اللي داز. عيش اللحظه، لان هذيك اللحظه اللي انت فيها الان الله اعلم واش غيمكن لك تعاود تقدر تعيشها من بعد ولا ما تقدرش تعيشها. بزاف المشاكل، لان بعض الاحيان تقدر تكون مثلا واحد الانسان مثلا غلط، تقول له اسمح لي راك غلط في هذه القضيه دي ما كانش خصها دير. هنا كاين جوج، يا اما تقول لي اسمح لي راك غلط ما خصكش ديرها، اولا تدير ذاك النفاق الاجتماعي وتضحك ليه وتقول لي وتدور وجهك وعاد تقول لي وهذاك راه كان غلط، انا ما فياش هذه القاعده. تندخل الكوزينه بطبيعه الحال، فالهوايه الاولى وانني ندوق داكشي اللي طاب. تندخل الكوزينه الا كان ضروري ندخل الكوزينه تندخل، واخا ما يكونش ضروري تنقدر ندخل الكوزينه. ما تندخلش بزاف لان طبيعه العمل ديالي ما تنكونش في الدار بزاف، ما عنديش الوقت. ولكن الا كنت مثلا بحال دابا بعض الاحيان تنقدر نكون مثلا مسافر او لا مثلا ما كاينينش العائله ولا شي حاجه، فنقدر ندخل الكوزينه، نقدر نديباني كما تنقولوا. نساء، رسالة للنساء بشكل عام، بدون كنا لا تستمر الحياة. يعني هذه مسألة بديهية باش أنني، لأن المرأة كيف ما بغى يكون النوع ديالها الله سبحانه وتعالى كرمها، والدين ديالنا كرم المرأة. فالمرأة هي منبع الحياة، هي منبع الحنان، هي منبع الحب، هي منبع السرور، هي منبع الفرح. عندما تتحدث عن المرأة، المرأة تنظر على المرأة ديال بما تحمله كلمة مرأة من معنى، فعندما نتحدث عن المرأة يعني صعيب باش انك تختزلها في كلمة او كلمتين. فالمرأة تتبقى واحد الانسان اللي مجموعين فيه كل شيء. انا بالنسبة لي المرأة تنشوفها هكا، لان
كيفاش غيمكن للراجل يعيش بلا مرأة؟ من المستحيل. والكون ما يمكنلوش يكون بلا مرأة. احنا خرجنا كلنا خرجنا من جسد مرأة، فاحنا فينا الجانب ديال المرأة، فكلنا رضعنا الحليب ديال هذيك المرأة. كيفاش يمكن انك ما تحترمش هذه المرأة، ولا ما تقدرش هذه المرأة، ولا ما تكبرش بهذه المرأة كيف ما كان نوعها؟ هذيك المرأة هي اللي غتعطيك ولدك من بعد، هي اللي غتعطيك هذاك الشيء علاش انت غيدور عليه العالم كامل ديالك. هذاك ولدك غتعطيه لك مرأة. صعيب انك تلقى كلام توجهه لهم، لان الى نبيل العياشي وصل لواحد شويه من هادشي اللي وصل ليه، فهو طبيعه الحال كاين هناك ناس اللي تيمصوا هذاك العياء، اللي تيمصوا هذاك الغضب، اللي تيمصوا هذاك اللي هما بطبيعه الحال الوالدين. فانا ما يمكنش الوالدين، ما يمكن من المستحيل باش انك يمكن لك تهضر على الوالدين، لان صعيب صعيب باش انك تهضر على الوالدين. طبيعه الحال كاين الزوجه كذلك، اللي طبيعه الحال اللي بكل صراحه واحد السند اللي هو قوي، واحد السند اللي هو واحد المؤازره اللي هي قويه، سواء نفسيا او لا معنويا او لا، يعني وخصوصا ملي تشوف الحمد لله كاين هناك واحد الالتحام وواحد التلاؤم. فانا تنظن تنقول الحمد لله ان الله سبحانه وتعالى اعطاني ابوين بحال الابوين اللي عندي، وعطاني زوجة بحال الزوجة اللي عندي، وعطاني أخوات بحال الأخوات اللي عندي. لأن إلا ما كانش عندك الرضا ديال الله سبحانه وتعالى ورضا ديال الوالدين، الموت أحسن من الحياة. شكرا للمغاربة كاملين خارج وداخل الوطن، شكرا لجميع المتتابعين ديالنا من إخوة كذلك عرب، فكان هناك إخوة جزائريين، كان إخوة تونسيين، كان الجالية ديالنا، فكل شيء تنقول لهم رمضان مبارك سعيد، الله يتقبل من الجميع، الله يجعل الله سبحانه وتعالى يخلي بلادنا دائما القدام، الله يخلي لنا الملك ديالنا، الله يجعل سيدي ربي أنه يحفظه هو والأسرة دياله ويرزقه الصحيحة، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه يخلي هذا البلد آمن، ويرزقنا إن شاء الله دائما أيام ديال الأفراح وديال المسرات. وشكرا.